بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. المسجد الحرام اعتبر تحت حكم المسلمين منذ أن فتحت مكة، قبل ذلك كانت ولاية قريش عليه. قال الله جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. وقال: إنما يعمر مساجد الله. وقال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. فدخلت مكة فتحا في حوزة أهل الإسلام في العام الثامن، يوما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وأمر بلالا أن يؤذن من على الكعبة، ودخل صلى الله عليه وسلم وصلى في جوف الكعبة. وأما المسجد الأقصى فقد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، أي قبل الهجرة بثلاث سنين تقريبا، وعلى الأظهر كانت ليلة 27 من شهر رجب. وصلى قلنا في المسجد الأقصى، ودخل المسجد الحرام في العام الثامن للهجرة. وأما المسجد الأقصى فلم يدخل في حوزة المسلمين رغم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فيه في ليلة الإسراء والمعراج إلا في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومنذ أن بناه سليمان، فإن سليمان لما مات اختلف الحكام بعده، وانقسمت دولة يهود إلى قسمين في الشمال وفي الجنوب، ثم تسلط عليهم أعداؤهم فأصبحت الأرض المقدسة يحكمها قوم ثم يخلفهم آخرون من يهود ونصارى، كل حين ترتفع أمة. وكان في المسجد الأقصى صخرة تعظمها اليهود. فلما كان زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان المسجد الأقصى تحت حكم النصارى، فلما حاصرهم أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه أبوا أن يسلموه المسجد الأقصى أو بيت المقدس إلا إلى عمر نفسه. فبعث أبو عبيدة إلى عمر، فاستشار عمر الناس فنصحه عثمان ألا يفعل إرغاما لأهل الكفر، ونصحه علي أن يفعل حتى يرفع الحصار عن المؤمنين، أي لا يشق حصار العدو على المسلمين. فقبل عمر رأي علي رضي الله عنهما وخرج إلى الشام، ودخل الشام رضوان الله تعالى عليه ومعه غلام له. فقام أبو عبيدة وعظمه وقبله أمام الناس، فلما رآه النصارى عرفوه لما في الكتب التي عندهم. فدخل المسجد الأقصى وبيت المقدس كله في ولاية المسلمين زمن الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما دخل المسجد استشار كعب الأحبار، وكعب الأحبار اسمه كعب بن ماتع الحميري، يهودي أسلم وكان على علم كثير من أهل الكتاب، ولهذا سمي كعب الأحبار لأن الأحبار جمعها حبر. فأشار إليه كعب أن يستقبل الصخرة والقبلة في آن واحد، فقال عمر رضي الله تعالى عنه لكعب: خالطتك يهوديتك. فجعل الصخرة وراء ظهره وتقدم. فالمسجد الأقصى الآن القبلة الجنوبية منه، طبعا قبلته جنوبية لأن الشام شمال مكة، مقدمة الصفوف الأول موضع مصلى الرجال الآن هو المكان الذي صلى فيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في زمن بني أمية بنى الوليد أو عبد الملك، على خلاف بين العلماء، القبة الصخرة الموجودة المثمنة الآن على ما يعرف بمسجد الصخرة أو بقبة الصخرة، وهي من ضمن بيت المقدس ومن ضمن ما يطلق عليه على الصحيح المسجد الأقصى. فهذا دخول مسجد الأقصى في خلافة المسلمين في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم تعرض المسجد كما هو معلوم لغزو الصليبيين، ومكث في حوزتهم 90 عاما، في حين بقي المسجد الحرام والمسجد النبوي كما هما تحت حكم المسلمين. فبقي المسجد الأقصى 90 عاما، ثم حرره الله على يد صلاح الدين الأيوبي بعد معركة حطين المعروفة: أرى النصر مقرونا براياتك الصفراء، فقم فاحكم الدنيا فأنت بها أحرى. هذا مما قيل في مدح صلاح الدين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فتحرر من أرجاس الصليبيين وعاد إليه الحكم الإسلامي، وخطب على المنبر وصلى المسلمون الجمعة فيه،
وفرحوا فرحا عظيما، واستمر والحال والأمر إلى أن قامت دولة إسرائيل عام 48 للميلاد. ثم احتلت اليهود الإسرائيليون، احتلوا المسجد الأقصى والضفة الغربية وما يعرف بقطاع غزة وشيئا من الجولان، احتلوا عام 67 في حرب الخامس من حزيران عام 67 لمدة 6 أيام. وتعمد اليهود أن تكون الحرب 6 أيام حتى توافق ما كان من يوشع بن نون عندما حارب الجبارين 6 أيام بدءا من الأحد إلى السبت، حتى يزيد اليهود قناعة في دينهم. فكانوا في إذاعاتهم وإعلامهم يقولون حرب الأيام الستة، يذكرون بأحداث يوشع بن نون عليه السلام قديما قبل أن يحرفوا دينهم ويبدلوه. فأضحى المسجد الأقصى في حوزتهم إلى اليوم، نسأل الله أن يرده عاجلا غير آجل. وما زال المسلمون يبكون فقده إلى ساعاتنا هذه، ينشدون فيه الأشعار ويبكون فيه الديار، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يذكرونه بكل أسى وحزن على ما يقع فيه وقد وقع. نسأل الله للمسلمين العافية. والحديث الآن تاريخيا عن المسجد الأقصى.